ونذكر إخواني أن هذه الحياة التي يحياها الإنسان على شقين، شق مضى وشق في علم الغيب في المستقبل لم يأتي بعد. والإنسان إخواني يعني الله سبحانه وتعالى وضع فيه أن ينظر إلى الماضي بطريقة وأن ينظر إلى المستقبل بطريقة أخرى. كيف يعني؟ يعني لو جينا سألنا إنسان، يا إنسان قديش عمرك؟ قديش عمرك يا فلان؟ وقالنا 40، قالنا 50، قالنا 60، قالنا 70، بغض النظر. ثم نسأله بعد ذلك، طيب يا فلان هذا العمر اللي مضى من عمرك الستين ولا السبعين كيف ما رأوه؟ سيكون وستكون الإجابة نفسها، هي لن تتغير ولن تتبدل ولا في أي حال من الأحوال. سيقول مرت كلمح البصر، فهو يرى الشق الذي مضى من حياته، يرى على عين الصواب، على حقيقته يرى أن هذا الأمر أو هذا العمر مضى كلمح البصر. ونقول على حقيقته لأنه سبحانه وتعالى علمنا وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لهذا الإنسان إخواني إن جينا وسألناه طيب قديش تملك من العمر؟ يعني إخواني كثير من الناس كنا نسمعهم يقولوا هو لسه في العمر، بقية لسه بدي أحج، لسه بدي أجوز أولادي، لسه بدي أبني، لسه بدي أعمر، لسه بدي أسوي مصلحة، لسه بدي أشتري سيارة، وبقعد يعدلك ميات الشغلات كأنه اللي جاي من العمر تبعه شو فيه، كأنه طويل جدا جدا. فهو ينظر إلى ما هو آت بعين الطول والأماني، ويتمنى ويظن إنه ما سيأتي من عمره طويل جدا. ولكن على الحقيقة لو جينا سألناه طيب أنت مثلا عمرك 60، قديش بتتوقع إنه أو قديش بتتمنى إنك تعيش كمان؟ معظم الناس إخواني يعني هذه الكلمات نسمعها في أعياد الميلاد، شو بقول لك؟ عقبال 100 عام، أحيانا بقول لك عقبال 120، شو بقول لك؟ عقبال 120، يعني مع عمراسي أنا بسمعش واحد بقول لك عقبال 150، عقبال 200، بسمعش هذا الحكي، بسمع عقبال 100 وبسمع عقبال إيش؟ 120، يعني كأنه أكثر أمان الإنسان إنه قديش يوصل 100 أو 120. طيب نيجي ناخد إخوان إنسان عمره 60 سنة، إنسان عمره 60 سنة وبتمنى يوصل 120، يعني قديش بتمنى كمان 60. طيب نسأله عن اللي راح، هالستين كيف راح وشو بقول لك؟ مثل لمح البصر. طيب نسأله عن 60 اللي جاي شو بقول لك؟ والله مناح، طوال، كتار، بقدر أسوي فيهم مش كتير. طيب كيف أنت بتنظر على 60 اللي راحوا بطريقة وعلى 60 اللي جايين بطريقة أخرى؟ ما 60 اللي جايين مثلهم مثل إيش؟ 60 اللي رايحين هذا إذا شفتهم، إذا أنت وصلت 120. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز، يعني قليل اللي بيطلع عن 70 سنة قليل. ولكن احنا اخواني بناخذ المثال عشان نفهم كيف احنا بنتصرف، كيف احنا بنفكر. فانسان عمره 60 بتمنى يوصل ال 120، وفكره انه اذا وصل ال 120 انه مكتوب له كتير كتير كتير، ونسي انه 60 اللي جايين مثلهم مثل 60 اللي رايحين اللي راحوا. 60 اللي راحوا هو باعترافه راحوا مثل ايش؟ لمح البصر. والستين اللي جايين بالتالي كيف راح يروحوا؟ ايضا مثل لمح البصر، ما راح تبداهم الا ملك الموت بطرق على بابك وشو بقول لك؟ انا جيت اسلم الاماني. وهذا الحكي اخواني بنحكيه مش الكم انتو بس، بنحكيه للحكام والزعماء والامراء واصحاب رؤوس الاموال واللي بيتحكموا برقاب العباد، ومن لهم اتقوا الله، هذا اليوم سيأتي
هو آت آت، لا محالة ولا مرد منه. لا تستطيع، لن تستطيع أن ترد ملك الموت عنك، ولن تستطيع أن تطيل في عمرك قيد أنملة ولو ثانية ولو فانية واحدة زيادة على ما كتب لك سبحانه وتعالى. وملك الموت لك بالمرصاد، ولك في آدم عبرة، ولك في قصة آدم عبرة. الله سبحانه وتعالى كتب لسيدنا آدم 1000 عام، وظن سيدنا آدم أن 1000 كثيرة، لدرجة أنه تبرع من هذه 1000 ب40 عام لابنه داود، وتبقى له منها 960 عام. ما جلس، ما بقي على وجه الأرض إلا لمحة بصر، حتى طرق عليه ملك الموت الباب وقال له أنه حضر حتى يأخذ أمانته. ولدرجة أن آدم قال أنه تبقى له من العمر 40، ولدرجة أنه طلب استرداد هذه 40 العام، هذه 40 سنة التي أعطاها لابنه داود، بده يرجعها. فجحد آدم. يعني في حديث طويل للرسول عليه الصلاة والسلام قال عن سيدنا آدم: وجحد آدم فجحدت أمة آدم. طالب آدم أن يسترد هذه 40. فنقول إخواني أن ملك الموت بالمرصاد، وهو آت، وهي لمحة بصر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، وسيقف على رأسك حتى يقبض هذه الأمانة. فماذا أعددت لهذه اللحظة؟ هذا السؤال. نصيحة: أن لا تكون أعددت مجازر ومذابح وقتل وتشريد ومؤامرات واختلاسات وأكل أموال الناس بالباطل. هذه نصيحة إخواني. تبرأ من حقوق العباد قبل أن تلقى رب العباد. الله سبحانه وتعالى قد يغفر وقد يسامح بما بينك وبينه، قد يسامح سبحانه وتعالى، يسامحك لأنه الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. ولكن حقوق العباد، أموالهم وأملاكهم وأرواحهم وما لهم في هذه الدنيا، هذه الحقوق لن يسامح فيها سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى العادل. العادل يعني الذي سيعيد الحقوق لأصحابها. والله سبحانه وتعالى لابد أن يعيد هذه الحقوق لأصحابها. نذكر إخواني بأحاديث أو بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن مغلول في قبره حتى يقضى عنه الدين. يعني القبر له ضغطة، يضغط الإنسان مسلم وكافر حتى تختلف أضلاعه وتصبح اليمين يسار واليسار يمين. أما عن المؤمن فتنفرج وينفرج هذا القبر، أما عن الكافر فيبقى مغلول. ومع الكافر ومع الكفار الذي عليه دين، يبقى صاحب الدين مغلول في القبر حتى يأتي إنسان ويسد عنه هذا الدين. فما بالكم إخواني اللي أكل مش حق عبد، اللي أكل حقوق العباد. يعني ملك يأكل حقوق الرعية بأكملها، أكل حقوقهم، من سيسد عنه هذه الديون ويعيد هذه الحقوق لكل هؤلاء العباد حتى يخرج من الغل الذي يغل في هذا القبر. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الدين. يعني المؤمن إخواني عندما يموت وتقبض ملائكة الرحمة نفس هذا المؤمن، تصعد بها بجنازة ملائكية باتجاه السماوات حتى توصله
إلى روضة من رياض الجنة تسمى عليين، وهذه الروضة يعني خلف إحدى السماوات، تستفتح الملائكة في هذه السماء على الملائكة ملك السماوات حتى يفتح لها الباب، فيسأل ملك السماوات من معك؟ فتقول معي نفس فلان ابن فلان، فيقول ملك السماوات عليه دين فليبقى معلق ما بين السماء والأرض حتى يقضى عنه الدين، فيبقى هذا الإنسان وتبقى نفسه معلقة ما بين السماء والأرض. وأيضا إخواني، إن جاء يوم الحساب وصعدت هذه النفس ووقفت بين يدي الله للحساب، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أن أحدكم قتل في سبيل الله، يعني شهيد ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، هي شهادتين، ثم عاش ثم قتل في سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة. يعني شهيد ثلاث مرات إخواني، يعني شهيد نعلم أنه يشفع في 70 من أهله، ولكن هذا الشهيد لو كان شهيد ثلاثة مرات وعليه دين يبقى على باب الجنة لا يدخلها حتى يأتي غريمه اللي عليه دين ويستد من حسناته أو يلقي بسيئاته على هذا الإنسان حتى ينتهي الحساب.